أنا اسمي بشار محمد رفعت، عندي 17 سنة من صهار، وبشتغل شغلة الصبار دي، بعمل صبار كده للشعر والبشرة، وطلع الأول على المدرسة ابتدائي، جيت رحت إعدادي، رحت ثانوي تجارة، ما أروحهاش خالص، أروح أشغل في الامتحانات بس، جيت بعد كده ما فيش شغلنا في البلد، جيت قلت أشتغل برضه صبار، بدأت أشتغل عشان برضه عشان ما أقولش لأبويا هتديني ولا حاجة، أنا معايا فلوس في جيبي. بدل ما اقول حد هات 5 جنيه ولا حاجه، انا عندي اصرار برضو ويعني عندي عزيمه وعايز برضو اشتغل وادب من الفلوس وكده، وعايز املي بيت لنفسي وابن شقتي بعد كده اتجوز وكل حد يبقى من فلوس. يعني انا عشان اوصل للحاجه دي اللي عشان يبقى معايا فلوس وكده، بكون انا كنت بطلع من بعد العصر لحد يعني لحد العشاء، دلوقتي بطلع من الساعه 8 الصبح لحد الساعه 10 بالليل، عشان برضو ايه، عشان برضو الفلوس كده. يوم الاحد هنا ما يبقى في الشغل، كنت بروح حته ثانيه، بروح مدينه نصر، بروح العتبه، بروح المسكي، يعني ما بكونش شايف نفسي هنا، لازم اتعب ان هو اكمل تعليمي، يعني من جداره ممكن برضو اشقى واعمل واشقى اداره، يعني باخد دروس وكده في ثالثه اداره عشان اوصل مثلا كليه اداره عشان يساعدني من الشغل بتاعي، عشان لو رحت مثلا السعوديه ابقى استاذ.